السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نبدأ من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. امتلك العراق في سبعينيات القرن الماضي نظاما تعليميا كان الأفضل في الشرق الأوسط بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم يونسكو، وقدرت نسبة المسجلين في التعليم الابتدائي حينها ما يقرب من 100%، وكادت الحكومة أن تقضي على الأمية بشكل تام، غير أن التعليم تراجع بعدها إلى أن بات العراق من أكثر بلدان المنطقة التي تعاني نقصا في عدد المدارس جراء الاحتلال والحصار والأزمات الخانقة، مما قلل الاهتمام بالتعليم. في هذا السياق انتقد أولياء أمور في محافظة ديالى تأخر خروج بناتهم بسبب اضطرار مدرستهم لتفعيل الدوام الثلاثي، أي أن تشترك ثلاث مدارس ببناية واحدة بالتتابع، وذلك بسبب نقص الأبنية المدرسية في المحافظة. دعونا نشاهد. 6:30 الجهر عسى انا بنتي تيهتي هني ظلمه ما تعرفش عمي بنتي تيهتي عمي بنتي تيهتي والله ما يدري ما يدري هاي حاله هاي شربت هاي حاله يلا يلا بنات هاي حاله هاي تعب التعب الدنيا ظلمه الله ما يطول هاي بنات وكلها بنات هاي انت مدير تربيه مدير تربيه ما عندك بنات. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ يعاني قطاع التعليم في العراق منذ سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة، إلى جانب النقص في الملاكات التعليمية ما يؤثر سلبا على مسيرة التعليم في البلاد. وفيما جرى افتتاح عدد من المدارس الجديدة خلال العام الجاري وفقا لبيانات رسمية، تفيد تقارير دولية بأن نحو 50% من المدارس الحالية بحاجة إلى إعادة تأهيل للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل في الصفوف التي يتجاوز عدد الطلاب في أغلبها أكثر من 50 طالبا. وفي غضون ذلك رصد ناشطون من قضاء الحيدرية في محافظة النجف غياب الاستعدادات بشكل تام لاستقبال العام الجديد، بعد أن صدموا بحال مدرسة الحبوب في القضاء الآيلة للسقوط، والتي تحولت إلى ما يشبه مكب النفايات والأنقاض. لنشاهد. عم أهل الحيدرية نايمين قاعدين سولفولي، عمي قسما بالحسين قبل الدوام ب 15 يوم أو 20 يوم مدرسة الحبوب بلشوا بها ترميم، والطلاب نايمه بالشارع. تقول لي يقول لك والله انا لو احولهم للثانويه لو احول لو تاخ يعني من الاخير لو تاخذ ابنك توديه للاهليه، زين انت لا ما عندك وين توديه للاهليه؟ انت يا محافظ النجف باوع لنا عمي، انت يا مدير ناحيه مدير ناحيه الحيدريه، انت يا نائب عبد الهادي شايل من نائب شايل من تخبتك الحيدريه، عمي باوع لهالمهزله، ما يصير هذا الحكي. مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في نفس الموضوع. لا تزال معظم المدارس في المحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط خارج الخدمة أو غير مجهزة عمليا لاستقبال الطلاب في صفوفها، كونها تفتقر إلى الأساسيات لاستكمال العملية التعليمية من مقاعد وألواح والكثير من التجهيزات، إضافة إلى أن معظمها بحاجة لإعادة تأهيل وترميم من حيث البنى التحتية نتيجة الإهمال. ففي محافظة المثنى رصد مواطن من هناك حال الصفوف المكتظة بالتلاميذ بعد أن عجزت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني عن توفير مقاعد دراسية لهم. لنشاهد. لا لا مش مرخص خل صور هاي المهزلة. شوف هذا 85 طالب 85 طالب 85 طالب صف بدون رحلات. هاي مدرسة الجرير.
عمي كل ما نجيب له جودرية وياه لا تشوف فارغي جودرية الله شوف النظافة نصحى من المدير التربية المحترم ها يا عمي هاي مدرسة الجريمة لا مدير التربية نستعرض الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات. أم أمير تقول خوش دراسة وخوش عام دراسي، الوزارة لا حساب ولا كتاب. تعليق لدينا من أبو علي يقول نسخة منه إلى وزير التربية ومدير تربية المحافظة التي تتبع لها هذه المدرسة. مع الأسف الشديد نحن بسنة 2023. محمد يقول عام دراسي يبشر بخير ومستقبل زاهر لأجيال العراق والنعم من وزارة التربية وعاش الوزير وبعدنا بخير. نعيم يقول وين إدارة المدرسة خلال هذه الفترة؟ قسم التجهيزات سنة كاملة يوزعون رحلات، تقصير واضح من إدارة المدرسة. طيب خلونا نسمع رأي السيد جعفر من كربلاء. تفضل يا جعفر حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ العزيز؟ حياك الله سيد جعفر. طبعا قناتكم منبر شريف وعراق أصيل. الله يسلمك. إي والله وأنا أشوفك شيعي ابن شيعي. والنعم منك. وإن شاء الله ما تفرق الشيعي والسني والكردي. أبد أبد كلنا عراقيين. كلنا عراقيين. نعم. كلنا عراقيين. نعم. إحنا بيتنا على طريق كربلاء نجف أطراف كربلاء. نعم. يعني شفتونا متظاهرين المظلومين من قبل العتبة يعني ما يسمون نفسهم العتبة استمرت منهم العتبة بس لحظة لحظة سيد جعفر واحدة واحدة انتوا وين ساكنين في اي منطقة؟ احنا بكربلة بكربلة شنو مشكلتكم مع كربلة. العتبة ويا عتبة منهم بالضبط؟ بكربلة بالاطراف يا عتبة منهم؟ العتبة الحسينية العتبة الحسينية شنو مشكلتكم وياها؟ مشكلتنا يردون ياخذون قياعنا ياخذون قياعينكم يا منطقة أطراف كربلاء أطراف كربلاء الدواجن تمام ها الدواجن نعم البارحة عرضنا مشكلتكم عرضتوا مشكلتنا وخابرتونا لأن منبركم شريف وحر الله يسلمك سيد جعفر ليش العتبة الحسينية تريد تحط إيدها على أراضيكم لأن هاي الأراضي سابقا للدولة. شلون بس عيد لي عيدي هالجزئية شبيه الأراضي؟ سابقا للدولة. طيب. تابع لوزارة اللحوم ما أخذتها كان هاي الدواجن العدة صدام السير. طيب. منين ما أخذتها؟ أخذتها وزارة اللحوم استثمار. تمام. سقط النظام ما قدر يجيب مالات البقعات. الدولة ما استثمرتها. طيب حاليا العتبة تاخذها ماشي انا عندي سؤال لك هاي الاراضي مطوبه هي هذه اراضي ملك الدوله تمام ملك وزاره الزراعه تابعه تمام يعني هي ملك للدوله ملك الدوله تمام باي صفه تجي العتبه تريد تاخذها عندها ورقه رسميه عندها اخطار عندها يعني عندها سند ملك عندها سند ملكيه اشترتها من الدوله باي صفه تجي تاخذ هاي الاراضي اي شيء يخص القاع ماله ابي العتبه ابد يعني اي سند اي ورقه اي مستمسك ما تملك العتبه بالقاع هاي ما تملك اي شيء طيب وثق بالله لو تملك مستمسك العتبه طبعا حتى نكون ايضا منصفين بالطرح انتم ايضا ما عندكم اي سند ملكيه احنا عندنا سند ملكيه بال 2002 قبل سقوط النظام عندكم سند ملكيه بال 2002 كم سنه وانتم ماخذيها مساطحه وانتهى ايوه انتهى تقريبا العقد مال 2008 بعد ما حد جدده تمام اوكي يعني انتم قاعدين في ارض ما عندكم بها اوراق رسميه اوراقكم الرسميه انتهت مدتها القانونيه تمام مدتها القانونيه انتهت بعد من وزاره اللحوم تمام اللحوم مرت من وزاره الزراعه طيب انا سؤالي توجهت الى جهه رسميه الى جهه قانونيه الى جهه حكوميه تطالبون بها وضع حل لهاي المشكلة اللي انتو حاليا دا تواجهوها وصلنا لوزارة الزراعة البغداد طيب من وصلنا لوزارة الزراعة قالوا الدواجن بعد باقية الوزارة اللحوم وبها عقود
واي شيء انتم مثل خلينا نقول شلون ما مهددين لا بشيء لا ترهيبنا، بس العتبه جاي تضغط علي يعني. العتبه تضغط على وزاره الزراعه؟ على وزاره الزراعه الها من خليها تضغط هناك. طيب النقطه اللي اريد اسالك بها سيد سيد جعفر، انتم هاي الاراضي بانين بها لو هي اراضي زراعيه فقط؟ لا لا هي شوف اراضي او شيء زراعيه، هي كانت مثقفات حقول. نعم. حقول مال دجاج مال لحوم. تمام. مستقبل رمضان بعد كذا تفرهدت. تمام. شوف بقت الناس، بقت الناس بنت بها الزراعي. تمام تمام. نعم. هي يعني زراعيه. نعم. شيء طماطم. اي هالزراعي. يبقى الموضوع يبقى الموضوع انه انتم تعانون من تجاوزات العتبة الحسينية، يريدون يأخذون هاي الأراضي، يريدون يطردوكم من هاي الأراضي، ويريدون يسوون هاي الأمور كلها بدون أوراق رسمية وبدون سند قانوني. أول شيء طيب يعني راح الفاعل من الدواجن وقاعد هو الشيخ عادل عبد المهدي الكربلائي. عبد المهدي الكربلائي هو اللي داز هاي المجموعات اللي تريد تطردكم؟ هو مجموعاته هو على راسهم. نعم. هو اللي موجود. نعم، عبد المهدي الكربلائي يعني مرجعية النجف يعني السيستاني. اي. تمام. يعني نعم. حصرا الدولة ما بيتها شيء، الدولة واقفة ناس مسالمة شرفاء ما بيتهم أي شيء. يعني وياني هم اللي حامينا هم اللي سانديني. الدولة من عميد من عقيد. من جندي ما بس ما يقدرون بس ما يقدرون يوقفون بوجه المرجعيه نقول له والعتبه أي. طيب انا اشكرك سيد جعفر من كربلاء، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه، ايضاح بعض النقاط اللي تتعلق بهذا الموضوع. احنا اليوم امس عرضنا هذه القضيه مشاهدينا الكرام، وطبعا سيد جعفر من كربلاء هو احد ابناء منطقه الدواجن اللي يعانون من محاوله طردهم عن طريق العتبة الحسينية، وطبعا هم مثل ما سمعتوا هم ما عندهم سند قانوني، يعني هم ايضا يعني يسكنون في هذه الاراضي بالتجاوز. تمام، لكن انتم تعرفون الوضع في العراق بقضية التجاوز، بديل ماكو. في المقابل تجي العتبة اللي ما عندها ايضا سند قانوني وما عندها ايضا صفة قانونية تسعى الى اخلاء هذه الاراضي ووضع يدها عليها، وبهاي الحالة كلها اللي بدنا نتكلم بها الحكومة واقفة تتفرج فقط لم تتدخل. نسمع راي السيد ابو علي من لندن، تفضل يا ابو علي. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العتبه الحسينيه هم يسموها عتبه، بس هاي كلمه جابوها من ايران، مصطلح عتبه. نعم. جابوها من ايران، حسينيه وعباسيه وعلويه. هذول اعلى من الدوله، دوله شنو؟ هم دوله. نعم. هو محمد رضا السيستاني هو دوله. وجواد جواد الشهرستاني وكيد السيستاني ونسيب السيستاني في قوم هو دوله، دول اثنين يحكمون بالعراق. عمي. نعم. اسمع يا شعب العراقي، اثنين يحكموكم، محمد رضا السيستاني وجواد الشهرستاني في قوم وكيد السيستاني ونسيب السيستاني هو يحكموكم. انت تقول للاخ ليش انتم ما عندكم عقد وكذا بالتجاوز، انتم تريدون تطلعوهم، سووا لهم مجمعات، ابنوا لهم مجمعات وطلعوهم، بعدين من انتم؟ انتم منو انتم؟ نعم بالضبط، هذا الكلام الأراضي. هذا الكلام اللي تفضلت به يوجه الى الحكومه اذا كانت تريد اخلاء هاي الاراضي، لكن نعم. بالنسبه للعتبه ما هي صفتها القانونيه؟ ما هي صفتها القانونيه والشرعيه حتى تدخل لوضع يدها على اي منطقه او على اي جزء من ارض العراق؟ منو انتم حتى يشيلون دول الناس ويجيبون قبر عبود ما ادري قبر جسوم ويحطون قفص ويجون العبيد والقطيع يحطون الفلوس بالقفص حتى ياخذ السيستاني وكلاء السيستاني، بابا ماكو فائده ويا ذولا، ذولا ماكو فائده، تفضل واحد عشرة طلعوا لي مجموعه بسيطه لا حول ولا قوه، ما اذا تريدون تخلصون نفسكم من هاي الميليشيات لازم ثوره عارمه كل الشعب العراقي. خلصوا نفسكم من هاي الميليشيات. صف صف ب 85 طفل، ها رحنا ما بيها، رحنا ما بيها، هو هذا وزير التربيه وهذا اعتقد شهادته من الجامعه الحره في بيروت. ماخذه. نعم. جامعه حسن نصر الله. طيب سؤال يتعلق بالقضيه اللي طرحها سيد جعفر. يعني الى متى تستمر هذه الجهات الدينيه تستغل
يعني تستغل مكانتها لدى بعض الناس، تستغل أيضا الحصانة اللي أعطيت لها بشكل يعني لا إرادي من قبل هذه الحكومات اللي جت بعد 2003 في سبيل استمرار سطوتها. عندها ميليشيات، تخيل جهة دينية عندها ميليشيات، تمام، ويعني ظل تؤذي بالعالم في كربلاء والنجف ومناطق أخرى في العراق بحجة أنه إحنا المرجعية وما حد يقدر يحكي ويانا. إلى متى تستمر هذه التجاوزات والحكومة صامتة؟ أنا أقول لك شغلة واحدة، الشعب يستاهل. يطلع لي واحد يقول لي شلكم علاقة، اطلعوا لي فيديو السستاني لابس قناع، السستاني ميت، ها يقول حتى لو السستاني موتنا جوع، حتى لو من وراء السستاني صمام الأمان للميليشيات، أنتوا شلكم علاقة؟ إحنا نريد نعبده، ها مثل كفار قريش، هم قالوا للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له أنت ليش لك علاقة بينا؟ إحنا نريد نعبد الأصنام، نفس الشيء بالضبط. عمي إذا ما توخر هاي عقليتك عبودة الأصنام، ها عبدة الأصنام وعبدة الأشخاص وعبدة المراجع والعمائم، هذول العراق يبقى مو بس ماكو رحلات، ها حتى ماكو صفوف ولا أكو مدارس. نعم مدارس. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن، وصلت الفكرة. نكمل ما لدينا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام وننتقل إلى موضوع آخر. شهدت البلاد في الآونة الأخيرة زيادة في إطلاق النار العشوائي خلال الأفراح والمناسبات، وبات من النادر خلو مناسبة من إطلاق نار سواء احتفال أو حزن، وعادة ما يتسبب إطلاق النار بخسائر بشرية بالأرواح. في مدينة الصدر شرقية بغداد فقد فتى حياته بعد إصابته برصاصة عشوائية وسط مناشدات من ذوي الفقيد بتدخل حكومي لوضع حد لظاهرة النار أو إطلاق النار العشوائي. دعونا نشاهد. شوف لي هذا الشاب، شوف لي ياه جراء إلى رهاب بالمدينة، مدينة الصدر مو مشاجرات، إرهاب عندنا، ميليشيات سوت عندهم مشاجرة وهذا ضحية، هذا ضحية، وهسه من طالب بدمه تطلع لنا الميليشيات، فريد وقفتك يا رئيس الوزراء، شوف ابو انجم احلفك بسيد الشهداء ابا عبد الله، وقف ويانا بهاي القضيه. ننتقل الى مقطع اخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. بالرغم من ان القانون العراقي يعاقب على حمل السلاح من دون رخصة حيازة وتصل عقوبة مطلقي النار في المناسبات إلى السجن مدة 3 سنوات، لكن لا يزال إطلاق النار مستمرا. ولعلكم تذكرون تعليمات وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري التي أصدرها في وقت سابق، والتي نصت على اعتقال مطلقي العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في المناطق التي تشهد إطلاق نار في حال لم يتخذوا أي إجراءات ضد المتورطين. إلا أن هذه التعليمات بقيت حبرا على ورق ولغايات الاستهلاك الإعلامي في ظل إفلات الجنات من العقاب واستمرار الظاهرة وتناميها. وطبعا من المفارقات العجيبة أن رجال الأمن الذين من المفترض أن ينفذوا هذه التعليمات كونهم يمثلون السلطة التنفيذية هم من يقدم على إطلاق النار العشوائي احتفالا بترقياتهم لرتب أعلى. هذا الأمر حدث بالفعل مع ضابط في بغداد حينما أقدم على إطلاق النار بشكل عشوائي مع أفراد أسرته وأصدقائه احتفالا بترقيته. لنشاهد. ياسر ياسر نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. محمد يقول: تم تطبيق القانون بنجاح، هاي خلي يشوف وزير الداخلية شوية يشوف مو هواية. وسام يقول: لازم يفصلون الضابط، هواية ناس تموت بهالرصاص. مهدي يقول: هذا الاستهتار
ورعب الناس، من المفترض أن يطبق القانون بعدم رمي العيارات النارية. وعمر الشمري يقول هاي ملازم وهيج، لو يصير لواء شي يسوي يحرق للعراق. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. توقع مختصون عراقيون ارتفاع عدد الفقراء في البلاد خلال عام 2023 إلى أكثر من 13 مليون مواطن عراقي بسبب المشكلات الاقتصادية التي يشهدها البلاد أو التي يشهدها البلد والمرتبطة بتراجع قيمة الدينار، بالإضافة إلى المتغيرات التي تشهدها السوق العراقية من ارتفاع كبير في مستويات الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع المستوى المعيشي للعائلة العراقية. وطبعا تستمر القوى السياسية بإبقاء العراقي غارقا في الفقر مع تواصل عجلة الفساد بالدوران والزيادات بأسعار النفط والفوائد المالية الناتجة عنها لصالح العراق. وعزى اقتصاديون ارتفاع نسبة الفقر في البلد إلى حجم الفساد المالي والإداري الذي تورطت به الحكومات المتعاقبة وتفاقم الظروف الاقتصادية لسكان المحافظات الوسطى والجنوبية والمدن التي شهدت عمليات عسكرية ونزوح. وطبعا لا تخلو مدينة عراقية من الفقراء بما فيها المدن التي تتمتع بواردات من السياحة الدينية وتتحكم بها العتبات التابعة لمرجعية النجف. ففي محافظة النجف اضطر مواطن إلى أن يتخذ من مقبرة السلام مسكنا لعائلته بعد عجزه عن تسديد الإيجار وبعد طرده من ضريح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قبل العتبات كما يؤكد هو في شهادته. دعونا نستمع لها. سمعنا عائلتنا بالجزرة قلنا الله يساعدهم، بس عائلة وتنام بنص مقابر هاي كارثة، انتم ما تقبلوها على شواربكم. عائلة تنام بنص موتة وقبور، يعني أنا قعدت ببيت إيجار طلبوا الشهر واثنين ما عندي، طلبوا البيت ظل يطلبني ما الشهر طيته ما الشهرين، قال شيل غراضك واطلع. رحت قعدنا 10 أيام بالضريح مال إمام علي، اجونا جماعة العتبة طلعونا، وأنا أروح بعد ما عندي بيوت مال قرايب، لأن أنا قرايبي طبت عليهم قلت لهم أنا واقع عماني بشدة، هاي بيتكم وذول أحفادهم، شهر واحد راونا الويل، هذا المي منا بالترمز هاي ملابسنا بهاي الجنطة، وهذا المي نجيبه منين احنا؟ من يمن مغاسل، شنو ذنب الطفل بالمقبرة؟ بالنهار هذا الدود الفارسي وبالليل عقارب، والله ما ننام لستة الصبح نكتل بالعقارب، هذا الميز مسوي مطبخاني. هاي المرحلة وصلت، تقبلوها انتو نسوانكم تنام بالمقبرة؟ تقبلوها انتو اطفالكم تنام بالمقبرة؟ نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. طبعا يجمع خبراء اقتصاديون على أن الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة بشأن أعداد الفقراء في العراق هي أقل بكثير من النسب الحقيقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لتفاقم ظاهرة الفقر في البلاد. وتؤكد أيضا منظمات غير حكومية أن نسبتي الفقر والبطالة في العراق ارتفعتا خلال الفترة الماضية وباتتا تهددان حياة العراقيين، مطالبة حكومة السودان بحلول جذرية للمشكلة. طبعا يأتي ذلك بعد تحذيرات مماثلة لمنظمات معنية بحقوق الإنسان في العراق كشفت خلالها عن وجود عائلات عراقية لا تمتلك قوت يومها، مؤكدة فشل استراتيجيات التخفيف من الفقر التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. وننتقل بكم من محافظة النجف إلى محافظة كربلاء التي تتحكم عتبات مرجعية النجف فيها، والتي قال أحد ممثليها ذات يوم وهو أحمد الصافي قال جملته الشهيرة الناس فقراء في الدنيا لا يهم، حيث رصد مواطن من هناك حال سيدة تحاول جمع قوت يومها من أهل الخير في مشهد مماثل لعشرات الآلاف من الحالات المشابهة. دعونا نشاهد. يا ناس يا عالم شاهدوا، هاي بكربلاء، هاي بكربلاء المقدسة، وريد كل إنسان شريف كل إنسان غيور يفزع لهاي المرأة ولهاي العائلة ولهاي الأطفال. يا أهل الغيرة، وأنا مستطرق ولقيتها قاعدة هيك قاعدة، لقيتها هيك قاعدة، وسمعوا
وسمعوها. السلام عليكم حجيه. سلام العين. شلونك يا به؟ عاد قلبه. الله يسلمك. الله يخليك امه. شنو معاناتك؟ والله يا خاله ما عندنا، الحاله واقعه والرجال مريض. اي وانا افكر على باب الله. الله يسلمك. صاحبك بنات وعندي مدارس، عندي خطوط وليدي والله يمشي المشي ما عندي مكان. يما ليش هاي الحاله؟ ليش هاي الحاله اللي انت فيها هسه؟ انا شفتك قاعده بالبيبان. وليدي ما عندي. الناس الطيبه ان شاء الله هاله كربلاء قاعد تساعدك، والناس اهل الغيره قاعد تساعدك، بس احنا ما يرضى لنا ضميرنا والناس العراقيين، واحنا قلوبنا هالرحمه العراقيين، ما يرضى لنا ضميرنا امنا عراقيه قاعده بالبيبان زين، وان شاء الله تفزع لك العالم. ليش قاعده بالبيبان؟ ليدي ما عندنا خاله والله، لا نتعشى ولا نتغدى. ما عندك لا معين ولا هبل؟ ما عندي معين، ابونا مريض. انت وين بكربلة؟ بفريحه صح؟ على الوتر المخضر. قريب على الوتر المخضر. نستعرض الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. كريم العراقي يقول: خيراتنا في جيوب الفاسدين والسراق والقتله والماجورين، ولكن آن الأوان على إزاحتهم من السلطة عن قريب جدا إن شاء الله باسم الدين باغونا الحرامية. أبو حيدر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سارق لقوت الفقراء والمساكين، إن الله يمهل ولا يهمل على السياسيين العراقيين الفاسدين. جواد يقول: الفقر في العراق مفتعل ومتعمد، والأموال التي هدرت ونهبت تكفي لإعمار وتقدم ورفاه عشر دول مع شعوبها. أبو علي يقول: الفقر سيزداد في العراق حسب توقعات خبراء الاقتصاد، لأن الحكومة عازمة على زيادة الضرائب على كل شيء حتى أجور الكهرباء والماء وكل مفردات الحياة التي يتعامل معها الإنسان، ولكثرة الضغط على فقراء الشعب سيؤدي بالنهاية إلى انفجار الشارع، وهذا ما لا يحمد عقباه. نستمع لرأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكو مثل يقول عندنا الجوعان الشبعان ما يدري بالجوعان. نعم. حبيب الكريم، أنا شايف هالحوادث بالنجف وبكربلة وبالديوانية، شايف هالناس تنام بالشوارع لحد الآن. نعم. للأمن كانوا محتاجين دمنا لمقاتلة داعش. أي. وينكم يا أولاد الملحل؟ وينكم يا ابن شداد؟ إجت أولاد شداد راحت في المعركة ماتت. نعم. من خلصت صاح لنا ولد حسة. هو هذا المترجي من عندهم. نعم. كل واحد قصره 4 دولمات و 6 دولمات، ومعظم أنا شايفه بالنجف شايفه تبات بالدرابين أكو ناس. عوائل كامل شايفه تبات صحيح. نعم. وكربلاء شايفه، لان المحمم نفسيته، المسؤول نفسيته، ميزانيه سيد المقتدى 50 مليار، ميزانيه عمال الحكيم 63 مليار، يعني دوله وحدهم دوله. نعم. زين انتم اللي تعبدون الله، الناس اللي تقتدي بيكم. نعم. ما اخذتكم على اساس قدوه، طلعتوا انتم قدوه السرقه. انا عندي سؤال سيد ابو علي. هاي الفلوس اللي تذهب إلى المراقد الدينية بالنجف وكربلاء، يعني أموال تقدر بالمليارات سنويا، وينها؟ يعني وين تروح؟ شنو مصيرها؟ وين هاي الفلوس؟ منو يأخذها؟ بالمراقد تروح يعني إلى شيء آخر، بس احنا ما أعتب على مواني. شنو سؤالي؟ سؤالي يا أبو علي، سؤالي بهاي النقطة، أنه هاي الفلوس المواطن العراقي مدى يشوف بها مشاريع خيرية؟ يعني المشاريع اللي دا تخرج عن طريق العتبات الدينية، واللي دا تخرج عن طريق المرجعية، كلها مشاريع استثمارية، كلها المواطن لازم يدفع دم قلبه حتى في سبيل يتعلم بها أو يتعالج بها. طيب ليش ماكو استغلال أو استثمار لهذه المشاريع لإعانة الفقراء؟ مشاريع بإمكانها إنشاء مجمعات سكنية على طول السنة، ومدارس ومستشفيات كلها تكون أهلية، كلها العفو تكون خيرية، ليش ماكو استثمار لهذه الاموال؟ حبيبي للتاريخ احكي هالكلمه للتاريخ. اي. ولان الناس اللي عندها صحوه الضمير. نعم. الجنوب لليوم ما لزمه خوش ادمي. الوحيد لا من رجل دين عانى ولا من سياسي من الجنوب عانى. نعم. ارجع التاريخ، اطلق ثوره 20 شهداء علما المقاتله في بريطانيا لحمايه
تركيا، بس ما عانت عبد الكريم قاسم الذي من المؤسسات اللي الفوق لبغداد من كل هاي ما عانت. انا ما حاشك انا، بس الجنوب لليوم دمه رخيص وبالشارع نايم حتى الى هذا يومنا. يعني ما والله يا ابو علي يا ابو علي صراحه يعني مو حتى لا يعني حتى لا تشخص انه هي فقط اهل الجنوب، نعم اهل الجنوب فقراء والارقام تتكلم يعني، لكن ايضا اليوم العراقيين كلهم، العراقيين في كل المحافظات يعانون من الاهمال والتهميش، وناس دا تنام بالشوارع وناس دا تبحث عن طعام في المزابل. يعني وصلوا العراق الى مرحله يعني مرحله مؤلمه ومؤسفه للاسف، انه اليوم بدنا نشوف هذا البلد الغني بعام 2023 ابنائه ينامون بالشارع وبالمقابر، يعني وين اكو هيك بالدنيا؟ حبيبي بس خلنا نخدم منك، اكو ناس مرضى عندنا حب وجع راس ما عندها تشتري بالجنوب. نعم. بالمناطق الغربية بأي مناطق عندها خير من الله، بس بالجنوب الله وكيلك ماء 250 لتر بس خالص تشرب من الشط من الماء الآسن ما عندها تشتري. يا أبو علي والله هذا الخير من اللي تقول عليه بالغربية، والله ما رايح لأهل الغربية، المن رايح؟ المن رايح؟ لا اكو لا لا اكو غربية. اكثر من مليون، اكو اكثر من مليون و200 الف مواطن من اهل الغربيه بالمخيم. انا حاجك على اربيل. نعم. نعم. على اربيل حاجك على اربيل. نعم نعم. انا حاجك على اربيل، اقول لك بالجنوب دبه المال ار 250 ما عدت تشتري بين ما بين الله الى يوم الى تحاسب عليها الحكايه. نعم. الناس تشرب من الماء الاسم بالشطوط ما عدا 250. نعم. والمرجعيات من النجف الى كربلاء قصور، الله يرضى عبادك. شكرا شكرا جزيلا سيد ابو علي من الديوانيه، انا اشكر حضرتك واكتفي وياك بهذا القدر. كل العراقيين، هناك طبقات طبعا متوسطه طبقه من الاثرياء، لكن هناك شريحه كبيره جدا من الفقراء محدودي الدخل والمعدومين اصلا موجودين في العراق، موزعين ومنتشرين على المحافظات العراقيه كافه بلا استثناء من الشمال للجنوب. هناك فساد وهناك إهمال من الطبقة السياسية لهذه الشريحة، هناك متاجرة بهذه الشريحة واستغلال لهم واستغلال لحاجتهم للمال واستغلال لحاجتهم لكثير من الأشياء في سبيل استخدامهم في العمليات الانتخابية في المظاهرات أو غيرها في سبيل يعني فرض القوة والسيطرة والنفوذ وإيهام الآخر بأنه أنا عندي جمهور، وهو طبعا دافع ثمن كل شيء. عموما دعونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر ضمن الفقرة الأولى. أجمع مقاولون في المشاريع الإنشائية من أبناء محافظة ذي قار على أن الناصرية لم تعد مكانا ملائما لأعمالهم بسبب الفساد السائد الذي ينخر إدارة المدينة، وقالوا إن الفساد المستشري وسيطرة إدارة المحافظة لا تفكر بتطوير المدينة بقدر الحصول على حصصها وجعل فرص العمل معدومة بالنسبة إليهم وحال دون خروج المدينة من واقعها المتردي. طبعا فضل كبار المقاولين في المدينة البحث عن أعمال خارج المدينة بعد أن اقتصر منح مشاريع البناء والمقاولات لشركات متواطئة مع ماكينة الفساد التي جعلت مدينة الناصرية في مقدمة المدن التي تحوي مشاريع متلكئة بعد تبديد أموال صندوق إعمار ذي قار، وتبدو هياكل العديد من المشاريع أشبه بأسس وأعمدة فارغة مع مرور أكثر من 10 أعوام على الشروع بها. وفي هذا السياق انتقد ناشط من الناصرية تلكؤ إنجاز جسر الفضلية جنوب محافظة ذي قار الذي بوشر العمل فيه أو به في عام 2012 قبل أن ينتهي الحال بتصدع دعاماته وأساساته، وسط تساؤلات عن جدوى استمرار العمل فيه بعد أن وصل الحال فيه إلى أن يكون آيلا للسقوط قبل اكتماله. دعونا نشاهد. طبعا هذا جسر يربط قضاء سوق الشيوخ الفضلية ومركز مدينة الناصرية، وهذا الجسر يوم يشتغلون وسنة واقفين. طبعا المتلكئ هذا من 2012 من ضمن مشاريع تنميه الاقاليم محافظة ذي قار. هسه احنا التفت انتباهنا هذا جسر قيد الانشاء، طبعا هو يعني جسر قيد الانشاء هذا الاساس الجسر. هذا شوفوا خلي مدير طرق الجسور يجي، مدير طرق الجسور محافظة ذي قار يشوف الاساس مال الجسر، هذا الاساس تفطر هو بعد قيد الانشاء. شوفوا يا ابناء محافظة ذي قار الجسر قيد الانشاء، وهذا الجسر جسر الفضليه شوفوا الاساس ماله
وزير الاعمال والاسكان، ما شفت المشاريع مع وزير الاعمال، جيت على مجسم الاسكان، تعال شوف المجسم مال الاسكان، العفو مال ابراهيم خليل، جسر مال الفضليه، هذا المتكل سولفنا عليه. يعني من ضمن المشاريع تنميه الاقاليم سنه 2012 متلكه، يشتغلون يوم على مزاجهم مدير طرق الجسور، كلها تغيرت، بس هذا عادل خفاجي مدير طرق الجسور ذي قار نايم على صدر المحافظه ذي قار، شوارعنا كلها محفوره، الطرق الريفيه كلها بيها فساد، جسور كلها بيها فساد، ومن محافظه ذي قار تعرف شنو السبب مخليه على المنصب. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. يؤكد مراقبون إلى أن منح المشاريع الاستثمارية الكبيرة إلى شركات وهمية أو مقربين من سياسيين وأحزاب جعل أموال المشاريع تذهب إلى جيوب الفاسدين دون إنجازها، إضافة إلى هجرة المقاولين والكفاءات بسبب سطوة الفساد. ويشير المختصون إلى أن تلكؤ المشاريع في الناصرية جعلها عرضة للنكبات، مما تسبب بخسائر كبيرة دفع الأهالي إلى اعتبارها مدينة منكوبة، على الرغم من الحملة الدعائية لحملة الإعمار المزعومة. ومن المشاريع المتلكئة التي باتت مادة للتندر والسخرية مؤخرا هو مشروع مجسر نبي إبراهيم الخليل، بعد أن تحدى ناشط من الناصرية محافظ ذي قار الحالي محمد هادي بإقامة حملته الانتخابية من موقع العمل المتوقف، فهل برأيكم سيستجيب المحافظ لهذا التحدي؟ دعونا نشاهد. ظلت بس خشابهم ما نعرف خبرهم، راحوا من ايدينا شقد حجينا وما يسمعون. انا كمواطن من ابناء محافظة ذي قار اطالب المحافظ محمد هادي كونه مرشح الى الانتخابات بان يقيم ندوة انتخابية اليه في هذا المكان، الا وهو مكان مجسر نبي الله ابراهيم الخليل، ليبين لابناء مدينة ذي قار والمجتمع الذي قاري إنجازات محمد هادي. إيدا بيد مجسر الإسكان العظيم يشتغلون يوم يومين وأشهر ماكو شغل، أو أشهر ماكو شغل، وتالي المشروع ما كمل. والمشكلة رئيس الوزراء ضارب تغليسة عن الناصرية مو طبيعية، ولا كأنه بالعراق. هيثم يقول: هذا أحد أنواع الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة. لدينا تعليق من هشام يقول: المسؤولين ضاربين تغليسة على المشروع. ويوسف يقول: السبب هو حصة الأحزاب والميليشيات والسياسيين الخونة والعملاء والمرتزقة والذيول والسراق من المجسر. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة إنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. طبعا ارتبط تاريخ العراق وتراثه الشعبي بالجسور، بعد أن أضحت جزءا من هوية البلاد حينما ربطت ضفاف الأنهار وقربت المسافات، لكن هذه الجسور تعاني اليوم من الإهمال فضلا عن التدمير الممنهج، ناهيك عن عجز السلطات الحكومية على إنجاز وإكمال مشاريع تشييدها في مختلف المحافظات. تفاصيل أكثر عن جسور العراق في سياق الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، لنشاهد. هذول المرموني وعلى جسر المسيب سيبوني، we'll be right back.
هذا الحولي اللي افتتحه السوداني قبل حوالي شهر او شهرين، الحولي مال مدينة الكويت. هذا صار له اكثر من 10 سنوات على هذا الوضع. اسمع يا شعب وشوف. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. عد مدونون استذكار ثورة تشرين جزءا من مرحلة مستمرة ومتصاعدة لتحقيق أهداف الثورة، وأجمع المدونون على أن استمرار شركاء العملية السياسية بتمكين القتلة والفاسدين بعد سنوات من الإمعان في إراقة دماء العراقيين يعد استهتارا بتضحيات الشهداء وجرحى تشرين التي بينت الحقيقة بأن الأغلبية العظمى رافضة للنظام الطائفي البائس القابع في المنطقة الخضراء. وأكد النشطاء أن الشارع العراقي يرفض حكومة السوداني التي فشلت كسابقاتها في انتشال الواقع الاقتصادي والخدمي فضلا عن تورطها في التستر على الفاسدين واللصوص عادين إياها امتدادا للحكومات الميليشياوية بعد الاحتلال. دعونا نستعرض عددا من التغريدات على وسم تشرين ذكرى الثائرين في موقع اكس. سمر تقول: سلام لتشرين وابنائها الشجعان، سلام لشهدائنا بمواقفهم وتضحياتهم التي لن يلوثها الانتهازيون والمتسلقون وعادمو الكرامه. ربما انتهت جوله، ربما خسرنا واحده، لكن الجولات كثيره والعبره في الخاتمه. المجد لتشرين وأبنائها الشجعان. لدينا تعليق من آسيا تقول: الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين الخالدة، والشفاء للجرحى والمصابين، والحرية للمختطفين والمغيبين، والخزي والعار للقتل المجرمين، والنصر والثبات للثوار الشجعان. مهيمن يقول: رغم القمع كل شيء مو حلو يصير بينا، لكن يكفينا فخرا نحن على مسار هذه الثورة العظيمة، وسنبقى نقول لكل فاسد نحن باقون مع الثورة، وخوفكم من عندنا اللي خليكم تنزلون قدامنا أفواج مؤلفة لا تعد ولا تحصى. هذا دليل على أنه إحنا الحق والحق ويانا. لدينا تعليق من زينب تقول: الرحمة والخلود لشهداء تشرين، واللعنة الدائمة على القتلة المجرمين بقناصيهم وشغبهم وبكباتهم بدخانهم ومائهم الحار ورصاصهم، واللعنة على كل متسلق تسلق على أرواح الشهداء وكسب المناصب. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.